أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ضد النسيان. تصوروا معي مكتبات يمكن يكون عمرها يربو على 100 عام معرضة لأن تتحول إلى سلسلة ماكدونالدز على سبيل المثال. مكتبات نجت من زلازل مروعة، من حرائق مخيفة، نجت من حروب أهلية، ولكنها استطاعت أن تستمر رغم كل تلك الظروف. ولكن ظروف الركود الاقتصادي والتحول إلى العالم الإلكتروني الحديث يهددها بالإغلاق، يهددها إلى أن تتحول إلى محلات تجارية بهوية مختلفة. نتحدث اليوم عن كتاب زيارة لمكتبات العالم، أشهر مكتبات بيع الكتب، للكاتب الإسباني خورخي كاريون، ترجمة الكاتبة العمانية ريم داود، وصدر عن دار العربي للنشر والتوزيع. خورخي كاريون هذا الفتى عندما كان فتى صغيرا كان دائما يرافق أمه لأنه ما كان في حيه مكتبة، كان لديه غرام وعشق للكتب، وكان كل ما تروح تتسوق كان يقف لفترة طويلة متسمرا أمام الكتب، وكان في حفلات الأعياد وعيد ميلاده دائما يحب أن يطالع الكتب. يقرر خورخي كاريون أن يقوم بجولة لمختلف مكتبات بيع الكتب في دول مختلفة من العالم، انطلاقا من بلده إسبانيا، ذاهبا إلى فرنسا وأمريكا، إلى أثينا، وأيضا من الشرق يزور طنجة، مدينة طنجة بالمغرب. هذه الجولة لهذه المكتبات لا يكتفي أن يتحدث عن تاريخ هذه المكتبات العريقة، وإنما هو يفتش في الظواهر المجاورة للكتب والمكتبات، لعملية النشر، للقصص المخبأة في الكتب اللي كان يشتريها في كل زياراته، وحتى للجانب المعماري والفني لهذه المكتبات وأشكالها المختلفة. ليوناردو ميلا على سبيل المثال صاحب مكتبة ألفا، تحولت هذه المكتبة إلى مجموعة ألفا. هذا الشخص على سبيل المثال لم يكن يتناول إفطاره حتى يبيع الكتاب الأول. هذه الجولة في المكتبات ترينا الكتب لها بعدين دائما، البعد الرمزي والمعرفي، والبعد الآخر اللي هو البعد الاقتصادي، البعد اللي يتعامل مع الكتب كسلعة. ربما الآن نتذكر فيلم جميل جدا لبطولة توم هانكس وميغ رايان، هذا الفيلم اللي بعنوان You have got mail أو لديك بريد، يتحدث عن هذا البعد بذكاء جميل جدا. يعني ميغ رايان داخل هذا الفيلم صاحبة المكتبة، هدفها المعرفة، وترث هذه المكتبة عن أمها، وتتعامل مع الكتب بهذا المعنى الحميمي، مقابل توم هانكس صاحب المكتبات الضخمة، صاحب التسويق الضخم للمكتبة، ويرينا الجانبين بوضوح كبير جدا، رغم أنهم في النهاية ستتحول العلاقة بينهما إلى علاقة حب، حتى وإن كانت هذه المكتبات الضخمة دفعت المكتبة الصغيرة لأن تغلق. النقاشات قديمة، قدم الثقافة وقدم ظهور الكتب، لطالما كانت هنالك نقاشات، ولكن متى صارت المقاهي رفيقة للمكتبات؟ ظهرت في القرن 17 والثامن عشر فكرة أن تكون المقاهي وأماكن شرب القهوة لصيقة بالمكتبات. أما فكرة إعارة الكتب وإمكانية استعارتها من المكتبات فقد نشطت في القرن 18. علينا أيضا أن نعرف أن الكتب باعتبارها وسيلة لدر المال قد بدأت مع ووتر سكوت، وكان ذلك في عام 1822، ومن بعده تشارلز ديكنز اتبع نفس السياسة لاعتبار أن الكتب هذه سلعة يمكن أن يستفيد منها الكاتب أو أن يأخذ لقاء تعبه. أيضا القطارات كانت أيضا وحدة ليست فقط وسيلة للحركة والانتقال من مكان إلى آخر، وإنما استطاعت هذه القطارات أن يعني تظهر فيها فكرة جديدة إزاء الثورة الصناعية الكبيرة اللي نشطت في عام 1853، أن تكون هنالك مكتبات قدر الإمكان يوضع فيها الكتب، مما خف وزنه
وكان صغير الحجم بحيث أنه المسافر في هذه الرحلات القصيرة يستطيع أن يقرأ أيضاً. وأيضاً يناقش هذا الكتاب فكرة أنه نحن ممكن نتعامل بإزدراء مع المكتبات اللي يكون فيها ألعاب الجيمز أو يكون فيها بطاقات بريدية أو يكون فيها أشكال أخرى غير الكتب. لكن يرى خورخي كاريون أنه إذا كنا نحن نتعامل بهذا بإزدراء، يقول أنه في العصر الذهبي في قشتالة عندما خرجت أيضاً رواية سيرفانتس دون كيخوتا أو دون كيشوت، أيضاً تم التعامل معها بأنها رواية ينبغي ألا لا تنتشر وألا تجد حيزها المناسب، لأنها قد تؤثر في الأجيال وقد تكون ذات يعني بعد مرضي. وقبل هذا ب2000 عام كان أيضا هنالك خلاف حول لو كان الورق البردي أفضل ولا ورق الرق. طبعا البردي معروف بجودته وغلاء ثمنه، بينما الرق هو أرخص ولكنه قد يكون مؤذي إلى العين. ولكن أمام هذه الخلافات أو الاختلافات في هذه المسائل، يبدو أن الآن السؤال المطروح حول لو كان الكتاب الورقي سيظل أو لا، لو كانت المكتبات ستبقى أو ستتغير صيغتها إلى أشكال جديدة. فهو يرى مثلا أنه تحول المكتبات العريقة إلى متاحف هو واحد من أهم أسلحة دفاعها عن نفسها. هنالك الكثير من القصص في زيارات خورخي كاريون لهذه المكتبات. مثلا هو يتحدث عن مكتبة أكوا ألتا. هذه المكتبة يراها الموجودة في البندقية إيطاليا، هي واحدة من أجمل المكتبات في العالم، اللي هي عبارة أن الكتب موجودة في هذه القوارب العائمة على سطح الماء أو موجودة على السلالم، فشكلها في غاية الجمال ويصفها بدقة متناهية. هنالك أيضا مكتبة مهمة في لندن وهي جون ساندو، التي تعود إلى القرن 18، واللي أيضا تتميز بواجهاتها الزجاجية الرائعة اللي تعكس الغيوم والشكل جميل جدا. يزور أيضا خورخي كاريون مكتبة ويتفاجأ أنه السكشن أو المكان اللي المفترض تنوضع فيه كتب ماركيز وكويتزي فارغة، لا توجد فيها الكتب، مكتوب هنالك لافتة مكتوب عليها أطلب هذه الكتب من البائعة. فيذهب لسؤال البائعة عن سبب عدم وجود هذه النسخ في الأرفف، فتقول لأنها الأكثر تعرضا للسرقة. لطالما كان إتلاف الكتب أو إحراقها هو العدو الأساسي للكتب والمكتبات، وهنالك تاريخ سياسي مظلم ساهم إلى حد كبير في إتلاف الكثير من الكتب والكثير من المعرفة. وكلنا ربما يعرف ما صنعته النازية بالكثير من المكتبات والكتب، بالرغم من أننا نعرف أيضا أن هتلر هو قارئ جيد للكتب ومحب كبير للفنون. أيضا السوربون في القرن 16 كانت لديه لائحة كبيرة بالكتب التي كانت تصنفها بأنها أعمال هرطقة، وكان يتم إتلافها أيضا أو حرقها. هنالك الكثير من الروايات التي كانت تمنع، وهنالك مخاوف من انتشارها، وربما يصل الأمر لقتل الكتاب أو الكثير من الجرائم عندما لم يكن هنالك حقوق كافية لحماية الكتاب والمكتبات. وربما تكون الثورة الفرنسية في القرن 18 محرض جيد لإعادة الديمقراطية ولإعادة الثقافة إلى مكانتها الرفيعة، ولكن آنذاك ولم يكن الناس مستعدين، كان التعليم منخفض بشكل كبير جدا، ولذلك نقلت الكثير من الكتب والمعارف إلى المكتبات العامة لإتاحة قراءتها بالمجان. كل مكتبة تتغذى على طاقة محتوياتها، وكل كتاب ينشر يعطي مؤشرات معينة، ولكن هنالك ظروف أيضا تساهم في أسطرة بعض الأعمال. مثلا لو جينا لمئة عام من العزلة، سنكتشف في البداية أن هذا العمل تم رفضه من دور النشر
ولكنها الآن الرواية الأهم تقريبا على مستوى العالم. ومثلا لو جينا لرواية سيرفانتس الدونكيشوت أو الدونكيخوتة، سنجد أنه هذه الرواية أيضا كتب الجزء الأول منها في السجن. كافكا على سبيل المثال وهو على فراش المرض طلب من صديقه أن تحرق كتبه. كل هذه الظروف من الاختفاء، الفضائح، الرفض، كلها من الظروف اللي ممكن تساهم في أسطرة الأعمال ويعني إعطائها دفقة، وطبعا هذا لا يقلل من شأن هذه الأعمال ومن جودتها. وليس عليك أن تتفاجأ لو كنت تعرف بأنه في أمريكا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي كانت الشرطة تهجم على المكتبات اللي تنشر الكتب التي تراها منافية للأخلاق العامة، ولذلك مال الكثير من الكتاب مثل أنانيس نان ودي اتش لورانس وهنري ميلر لأن ينشروا في مكتبة جوثام بوكمارت، لأنها كانت توفر لهم هذه الميزة أو هذه المساحة من الحرية لنشر ما كانوا يجدونه معبرا عن أنفسهم. وعموما يغامر هذا الكتاب في مكتبات شتى من العالم ويحاول أن يقترب من أجواءها الداخلية وظروف نشأتها واختفائها على حد سواء. وفي الأخير نستعير هذه الجملة: لا توجد الأفكار إلا بداخل الأشياء، وأعتقد أن هذه الأشياء لن تكون إلا مكتبات وكتب. شكرا لكم على هذه المتابعة، على أمل أن نلتقي في حلقات مقبلة. نرجو منكم أن تزودونا باللايك والشير وتفعيل الجرس في حال أن كانت هذه الحلقة نالت على إعجابكم، وأيضا في انتظار مقترحاتكم لحلقات مقبلة. مع السلامة.